خلاص ما بقت مصر. لأنه السيناريو الحقيقي يا أخوان، الشيء الذي لم يستطيعوا لا الأمريكان ولا غيرهم يعني أنه يمتلكون السيطرة التامة عليه، هو مصر لغاية اليوم. والإخوان العرب أنا ما أعرف طبعا، أنا ما أقول أنه عندهم دراسة، لا لا لا، هناك علم، هناك في فرق أنك تعلم وفي فرق أنك تدرك يا أخوان. قد تكون تعلم الشيء ولكن لما تدركه، يعني أن تعلم الشيء لا يعني أن الإدراك يكون دائما حاضر معك، تمام؟ الإدراك هو ما ينبئك بخطورة الشيء وليس العلم به. يعني أنت بتقول لي والله أنا أعرف أن إسرائيل عندهم طموح والأمريكان عندهم طموح كذا، طبعا مصر دولة كبرى ومستهدفة، لكن هل تدرك ماذا يخطط لمصر؟ وهل تدرك ماذا لو حيدت مصر فعليا فعليا الآن عن الوضع العربي؟ وماذا لو نزعت القوة المصرية؟ يعني هل تعلم أنت الكوارث اللي راح تحل فيك أنت كأمة؟ خليك أنت المسألة لا تتعلق بقطر اسمه مصر. هل تعلم ماذا يعني وش الضريبة اللي راح تدفعها أنت؟ أنت تعلم لكن لا تدرك. الإدراك شيء آخر، الإدراك هنا هنا، فاهمني؟ فبالتالي هم المخطط أساسا يا أخوان مصر، انقذوا مصر تنقذوا أنفسكم، مثل ما خبرتكم بالدعم بالكلمة بالرأي بالمال بالسلاح أو بالصمت. رجان اصمت، أنا الآن لا أتحدث عن واحد والله يقول لي أنا متصهين واللي يتكلم عن إسرائيل يغيب، ما أنا ما عندي مشكلة فيه، وأنا في المقابل لا تلوم هل أنت مع مذهب ولا مع أرمين ولا مع المجوس ولا كذا، مش شغلك.